السلام عليكم الخوت، معكم هشام بلولي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا دابا انا كنتواجد بمدينه كازابلانكا، غادي نشترق ان شاء الله لمدينه مراكش، غادي ندوز الويكاند ان شاء الله في مراكش مدينه البهجه، غادي نخلقوا شويه نضحكوا ونحيوا الماضي ان شاء الله. لحقاش انا سكنت مدينه مراكش شحال هذه، كنعرفها بحالي كنعرف فاس بحالي كنعرف كازا. المهم دابا غادي نمشي الطريق ان شاء الله، غادي نمشي لمدينه مراكش، غادي تشوفوا الاجواء كدوز. خليكم معايا ما تزابيوش الخوت. ما غادي ندير الديبار الخوت، هي ضرب واحد الشتي وطاحت الخير، هذا الخير فال ديال الخير. المهم دابا حنا شادين الطريق الخوت، ان شاء الله تدوز الاجواء على خير وبخير. المهم الواحد يبدل الجو يمشي يبدل الجو، راكم عارفين دابا هذا ستريس ديال كورونا، هذا الكونفينمو، حاله الطوارئ هذه يمكن تستريسها شويه، خاصه ضروري نديفو لهم نبدل شويه الجو. المهم اجواء رائعه، المطار هذه الشتا بحلاوتها والصيف بحلاوته، كل وقيته بحلاوتها. ما نكذبش عليكم الخوت، مازال ما خرجتش من كازا ويجيني الجو انا نوقف نشري واحد الساندويتش. هاج ما شريتهم ستاسيون من هنايا، ما عندي ما ندير اخوتي، الجوع ما كنتفاهمش معاه والله، مازال ما شديتش الطريق ويجيني الجوع. المهم القصه هو الاول، خليكم معايا الخوت. كيف تشوفوا الخوت بعد ما كلينا شادين طريق واحد الشتيوا اللي واعره في الطريق، الله يدينا على خير، نتمنوا السلامه للجميع. عرفتي الشتيوا هي الخوت، الشتيوا كتكسيري وكتولي تحبس. أماني الواحد يعيش التجربة المغامر. كي تشوفوا الخوت هاد الشكاح ما بغاش يتفك معايا، انتوما مشى لطنجة وكيعيط ليا، شنو باغي الشكاح اصاحبي سير بحالك، وخاصنا نديرو كومبو بلا ما عندنا. واسير انت غادي لطنجة مع راسك، انت غادي لمراكش شوية قلبها طنجة، وسير لطنجة اش عندك العيل، وامشي مشي مشي لدين ديال ماك لطنجة مشي. واش بيتي البرزوك اجي لعنا لمراكش نعم سيدي، ندهنوك بزيت البلديه جير عم سيدي. ها يا جو خليك مع راسك، سير اخويا الله يعاوننا ويعاونك، الله يعاوننا ويعاونك. المهم الاخوات كتشوفوا وصلنا لمراكش البارح بالليل، داكشي ما وليت صورت لكم حتى شي حاجه. المهم حتى دابا الصباح تلاقيت بغيتها، ها هي هادي شتوها، ها هي حصلت دابا. شنو دابا الدراري، واش نضرب ما تقيسنيش، جمع راسك الملوني. انتوما شو شحال ديال الصلابه فيها، اش غادي دير ما عندك ما دير. المهم جينا شنو كلينا غيتا؟ الشراومه. راه الشيطان ضربنا المشوي وضربنا المكوي، كذبي ضربنا الشاورما يا عباد الله. ومراكش كامله ما كاينش شاد لهم لا ريستور، ما كاين لا بينت جريس لا والو، اللهم الشاورما اون بورتي. المهم خليكم معنا الخوت تشوفوا الاجواء غادي تدوز، راك تما ما كغيتا صدعتينا براسنا دايرين الطياره. ديري الصمت ديري الصمت ديري الصمت ولا طلعنا انا كاع نزلي عليا دابا. لا كنضحك معاك انزلي هذاك اللي ديري طوموبيلتي. وازي شوفي اش كتصوري. وانا كتجيبها حمراء دابا خاصك تخلصني، حيت انا شاده لك الكاميرا. هزي الطابلو دبور كتصوري الطابلو. ما كغيتا شنو كتصوري؟ صافي اصلا بالون بالون البالون. ما كغيتها انا شو غيتها يلا شو قال لها كملي. واش انت هي سوسية؟ والله إلا سوسية، واش عرفتيني؟ نوضة غير Thank you.
سيدي ما كنعرفش انا هاد السيد هذا كيراه سيدي هذه من عندنا كيف عطى البنت ديالها عطى البنت. السلام عليكم الخوت كتشوفوا فقس دابا مشيت دي السمور غير تاهي هادي جاي لابسه لي هاد البيجامه هادي ديال 260 ريال بيجامه هادي وبيجامه بيرشكا شي هادي كيخرج عندنا البنات في الاحياء الشعبيه في الدروبه كيوقفوا بها قالها بيرشكا والله الا شريها بفلوس ها هما اللي كيشريو الناس بلا فلوس حنا غاليه ماشي كشكوشه حطينا نزلي ارى الباب علال ملوا لي واحد من اللي تخرج من هنا هشام خرج من هنا الله يحفظك الله يسهل عليك شحال قصي وشوف واش كيبقى خارج من الحبره باغي ناكل الحبر راس زيد ها الحبر لابسه بيجامه ب 260 قالت لك لابسه بيرش كاع انت مازال ما كتعرفش هي الموضه لا موضه لا السلام عليكم ها انتما كتشوفوا حنا جينا عند القهوي ها هو ام القهوي كي ترافي ها انا جبتها لهنايا عند خونا القهوي ها هو مرحبا غيتا شنو بان لك في هذا الشيء كي جاوك الضريبيه عجبوني وحتى الاسعار زوينه شنو بان لك القهوي غزال هذا الشيء القهوي حماتي غيتا شنو بغيتي معاك شنو كدير الزرابي الزرابي ارا هذاك شنو هو هذاك الا ماشي هذاك الفوق منه ولا صلى الله هذا هذا لا اللي تحت منه دو الصباح دو الصباح لا ركز معايا اخويا ركز معايا حقي ثلاثه وشوفي يا ناس وانا يا خدام يا لالا انا خدام نجيب المال ها واش نخنخ انا خايف انا سيري كيدير السلام عليكم هانيا فين الصحراوي هانيا نخنخ ها هو النخنخ جا عندنا الدراري ها هشام ها هشام الغزاله تحياتي ليه من المنبر تحيا نص كازا اونجون واحد القبه النخنخ اصاحبي اش راه دير داك بحال داك تتبع في الزربيات هذا هو علي بابا هذا هو هذا والله هذاك الصباط لا بحال الصباط اخي صاحبي هذاك سميتو الهباط ماشي الصباط هبات هبات بحال البرديله البرديله هبات قلت سميتو السي الوردي اواتات الجلابيه والسي الوردي اواتات الجلابيه انا خويا غير اواتات ونوضي تقعدي متبع يا الجوع راه ركابي تهشى يلا انت الوردي شافتك الشوافه دوز بخير والله غير تبقى لك ديك الريحه في التيك طوحي الصباح ما تمشي والله واخا تلا الحرم الماء تمشي كيش ميد شك كيش ميد لا لا حياك ضربه الريحه ديال ايلي صعب وانت تمني زيد هضري ما تزيد شوف في سبيس انت وي وي لا لا كيفاش ها الوردي يلا واخا انت هو تدلى قاصد هو يجي توا لا سي ها الوردي سير كل كوكو راه البرد مزرابي اه مزرابي ندم اللي جات عنده هاد الحشاكه اللي طاح عليه حتى انا عجبني مابقاش كيبيع الزرابي قال لك عجبو لي طاح عليه جا مالك القهوي اش كيوقع لك؟ مع تطيح وداك الشباب داكشي كيتبون با والله ما يبقى اه والله ما يبقى لك شي ريال في الكونت بالله مشيتي فيها تبا غيتها خلصي
اخي الصداع تزوج ولا خصك انت تهرب للدار قال لي فرمي مخبع شي جليده ولا بلا شحال قلت لك ولا هي اللي بتعطيني الصداع لا 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 تقفرت منك شي ضربيه بالله ما سي الوردي تهلاصي شحال طالبه في الصداع ياك شحال طالبه في الصداع الوردي تهلاص فيك عطيني غير حتى انا بغيت نطلع عادي حبي عادي مزوجه ومطلقه ما عنديش مشكل انا تهلاصي انا تهلاصي طلعتك زي انا بغيت نثبت لا كان تهلاصي خصك تكون مطع ماشي نخله يلا نوض نوض نمشيو مزرب يدير فايت رقم غيتها الكونطي يولي فيه زيرو يلا مرحبا يلا هسه الفرع الهويه عند راشالي يلا ها داك ناخذ الرويش هاد السيد واني بطل نخنا خاصني ما كان وين كتشوف دابا حنا جينا جمع بناش بنا معنا غير القرده غنديروا فيها الحلقه انا تصورني دابا كي كتشوف شكرا شريا هشام خدمانه بالدراهم غير القرده غنديروا بها الحلقه هنا باش قرد نتا يقد تقرا غنديروا بها الحلقه هنا هي في جامع بناش ما بها شويه المصروف كي كدير القرده كي دير الناس انت اللي كدير نخنا اخرى كي كدير هو اللي كيدير ينقذ كي يسيني انت يا انت اللي كدير قباله هو هذا احمد موسى هما حنا دايرين شي شويه هذا الزين دوي التريسيت ايتا جمع استقبل النهار بك هادو من لا 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 شوف كم يخرجنا من الجامع تاع شحال العصير هشام؟ 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال عطيه العصير هذا سيد العصير عطيه العصير في كاس كبير ديدي كاس كبير هشام خويا عطيني كاس كبير وزدني شويه ديال الفابور عطيك العصير في كاس كبير العصير في كاس كبير ب 20 درهم دي من قلبه فرانكادو انا الحبيب اخلي البصاره في الفرع تحياتي اخويا سفيان انا انا غيت من طنطان جايه من جهه ثانيه قلبه واش هذا الخنوخ ولا غيتا؟ لا راه ولد ولد الخنوخ كلبة هذه كلبة الله الله شتيها جاهلة بحالها والله إلا جاهلة بحالها صح 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 صح
السلام عليكم. انا ناقص وانا ناقص ياك 3 كيلو لا في الطول ما يمكن وفي الوزن ريقل علاش تعافيت كانت شي 70 ناقصه 3 راه قايده بالك نشوف انا هذا القيد هذا عندك اطفال واخا الفلوس بابور باغي تنفع بابور هذا حيد هذا راه هذا بابور اجا خرجوا شحال فيها اش بليه شو عطاه متر و70 وين 66 كيلو شتي ريشه ها ولات فيه 66 وزن الريشه حمقه مام شو دابا التحاليل ديال الرصين هادو سيرو اي سيرو اخويا هشام سير الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك المهم دابا تشوفوا الخوت ضاربين دويرة بالأنسة غيتا في الكوتشي مول الكوتشي ونخنق فيق مع ناس فكرت واحد الليلة دوزتها واحد الليلة في باري الليلة في باري ويشا ألا لا ألا لا نعم ألا لا أشوت في الدرق ألا في الدرق فلتر ديال الدريات تحيه لمول كوتشي احسن مول كوتشي تحيه 70 درهم دابا هادشي داكشي زوين شوف الخوت حنا هزينا غير تضربنا بها دوره في الكوتشي ها هو الكوتشي غيتها ها الكوتشي غيتها الحمد لله يا انت اخويا هشام ها الكوتشي غيتها يلاه قول لي ما ركبناكش في الكوتشي الله يحفظك ليا جمع كوتشي وعطيني نمشي يا مول الكوتشي وامشي مع كوتشي وباغي نمشي خنوق الرحلة ديالك غيتا في مراكش هادي صافي جوج عام ما جيتش المغرب وكنحس بان البلاد ديالنا زوينه والحمد لله حنايا مرتاحين انا ودي وصلنا للعطير ومعنا نخنوخ هو الفوكيد ديالنا الفوكيد هذا ماشي معنا الصديق ديال الخنوخ ساجخ ديال هشام وانا المهم الخوت كنت تشوفوا ضربنا دويره في مراكش ولكن الحاجة الوحيدة اللي كنعرف بكورونا كاين كونفينمون الوغ ماشي داكشي كيما ديما الاجواء ماشي ديما كيما هما كتكون مراكش لومبيونس محركة صراحة يا اسفة على مراكش دايرة هكا ولكن واخا دوزنا ويكاند زويون ضحكنا شطنا سارينا غير تا مسكينة كانت مجلية في قطار ما عندهم والو تما عندهم غير عندهم غير المول والصحراء قاحلة والسهل الا شي وكان بغا يضرب الا لا اشري اويلي اسيدي المهم الخوت كتشوفوا ضربنا دويره هنايا المهم واخا دازت ويكاند زوين مع الانسه غيتا وان شاء الله تسنى فيديو جديد ها هو نخنوخ تحياتي الخوت تحيه لخويا هشام تحيه لخوتي غيتا تم بيقول لكم مرحبا بكم ونعل الحياة حياة بوز 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 سكوما ديك تفاريز سكوما ديك تفاريز روني كولمان جاية روني كولمان تحية لخويا هشام حيد قطع عليا